السلام عليكم. حلم جميل جدا ان انت تتكلم مع الكتب. ده خطوة من خطوات الفكرة دي، توك تو بوكس. انت بتكتب اي حاجة انت عايزها وهو يرد عليك من الكتب. قريبا هيبقى صوت، يعني تفتح كده وانت تتكلم وتلاقي مثلا جايب لك فقرة بيرد عليك او بيجاوب عليك من كتاب مثلا لأجاثا كريستي، لجيم ويلز، لأي كتاب من الكتب. يعني خلينا مثلا نكتب، هو بيقول لك اسأل أي سؤال عادي، تمام؟ يعني مثلا اهوت ممكن نقول له ايه، تعرف ايه عن مصر مثلا؟ فهو اوتوماتيك بيبدأ يدور ويبدأ يجيب لك معلومات عن مصر مثلا، تمام؟ كتب تاريخية، كتب جغرافية، كتب سياسية، وهكذا. وحطيت لك شوية أسئلة كده كمثال. تمام، في ناس سألت أسئلة معينة، What is fun about computer science؟ فبيبدأ يجيب لك شوية حاجات مثلا تكون طريفة من أكتر من كتاب. فممكن تسأل أي سؤال أنت عايزه، حتى لو سؤال مثلا أنت عامل إيه أو أخبارك إيه أو أنا بفكر ألعب رياضة، فهو يبدأ يجيب لك إجابة للسؤال بتاعك من الكتب.